نتيجة تسمح لنا في إطار تكوين الأساتذة الجدد أن تكون عندهم دونك سكون أبل موارد بيداغوجية. 27 ألف أستاذ احتياطي سيكونون على موعد مع تكوين تحضير أولي في الفترة الممتدة من الفاتح إلى 15 جويلية، حيث يقوم الأساتذة المكونين بتلقين الأساتذة الجدد حقيبة بيداغوجية تحمل كل ما يساعد الوافدين الجدد إلى القطاع، لكن حجمها لا يتوافق مع الأيام المخصصة للتكوين. كافية من حيث أنها معرفة ويتعرف على ما هو هذه الحجرة، يتعرف على ما هو قطاع التربية، ماذا يلزمه. نقول لهم فقط الأساتذة الكرام أنهم لا يتوقفوا إلى هذا الحد، عليهم بالبحث، عليهم بمتابعة التكوين والمحافظة عليه. سوف نقدم لهم كل ما يجب أن يقدم لهم، ولكن عليهم بالمتابعة والاستمرارية الأصيلة. بنظر لظروف القطاع ومع العدد الهائل المقبل على التقاعد، ستكون استثناءات في الموسم المقبل. إذن سوف نتعامل مع الظرف الذي نواجهه، إن كان لازم الأمر في المدارس، هناك مدارس تستقبل فقط أساتذة جدد، إذن فما العمل؟ إذن فنحن لابد أن نسند لهم أقسام الجيل من الجيل الثاني. بالنسبة للقائمة الاحتياطية للتعليم الابتدائي، وبالنسبة للقائمة الاحتياطية للأساتذة الثانوي والمتوسط من المسابقة 2017، ربما يتم استدعائهم في بداية سنة بدون تكوين. هذا هو الإشكال. دليل منهج وغيرها من المعارف التي تحملها الحقيبة البيداغوجية الخاصة بتكوين الأساتذة، فهل سيكون المقبلون على تدريس التلاميذ على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم؟